دكتورة رنا، شكرا حضرتك وافقتي تعملي معايا الانترفيو الصغير ده. فيلبس حضرتك تعرف لنا البروجكت بتاع حضرتك والفكرة جت منين؟ مشروعنا اسمه نحن نحب القراءة، وشعارنا مكتبة في كل حي. القصة بدت انه كنت انا عايشة مع عائلتي في حي في عمان. لاحظنا حوالينا انه الاولاد الصغار ما بيقرأوا، وحتى الكبار ما بيقرأوا. لما احكي قراءة ما بقصد القراءة من الدراسة، الكل بيروح على المدرسة في الأردن، وحتى في يعني معظم أجزاء الوطن العربي، وبتخرجوا وبيروحوا على الجامعة، فمش هذا النوع من القراءة، ولا القراءة الدينية. نحن كنا بنقرأ قرآن، وكنا لا هذه القراءة ولا هذيك. القراءة اللي نحن بنركز عليها هي القراءة من أجل الاستمتاع، وهي القراءة من أجل الاستمتاع هي اللي بتخلي الطفل خياله يتوسع، بتخليه يتعلم من خبرات الآخرين عبر الزمان وعبر المكان، بالتالي بتطور عنده فهم الآخرين، وبصير يحترمهم، يحترم رأيهم لو حتى مخالف منهم. وهذا جدا ضروري للاتصالات بين الناس، وأصلا سبب الحروب هي عدم الفهم وعدم التفاهم بين بعض، فهذا رح يساعد ببناء جسور تفاهم بين الحضارات المختلفة والثقافات المختلفة. زائد هاي النوع من القراءة بتخلي الطفل عنده ثقة بنفسه، بيخلي الطفل يعرف انه في حل آخر غير الحلول خلينا نقول المجتمع الصغير اللي هو حواليه، لأنه بيتعلم انه بقدر أطور، بقدر أغير حياتي، وهذا جدا مهم لتطوير مجتمعاتنا للأفضل وبلادنا للأفضل. هذا كله فوائد القراءة للاستمتاع، غير ناهيك عن زيادة المفردات، فالطفل بصير يعبر عن نفسه أكثر، بصير إنسان متزن أكثر لأنه بيقدر يعبر عن مشاعره بطريقة أفضل. هلا القصة صار عرفنا انه الأطفال لا تقرأ، عرفنا ليش مفيد القراءة. طب ليش ما... ليه السؤال لماذا لا يقرؤون؟ شو هو السبب؟ فأنا لأني باحثة عملت أبحاث وعملنا يعني نظرنا في المجتمع، سألنا الأطفال نفسهم ليش ما بتقرؤوا؟ وجدنا الجواب هو عدم سبب ما بيقرؤوا، لأن الأطفال لا يقرأ لهم. كثير ناس بتفكر إنه الأطفال ما بتقرأ لأنه ما عندهم كتب، فبيجوا مؤسسات كبيرة بوزعوا كتب، هذا لا يحل المشكلة. إنما السبب إنه لا يقرأ لهم، زي الصيد، أنت بتعطي السمكة ولا بتعلمه كيف يصيد؟ لا، أنا بيعلمه كيف يصيد، فالكتاب لحاله ما بيكفي. فوجدنا إنه الحل لازم حدا يقرأ للطفل، وبينت الأبحاث عالمياً إنه كل ما كان الطفل أصغر تصير تقرأ له، كل ما بتزرع حب القراءة فيه أكثر، لأنه بصير يربط الطفل صوت القراءة بصوت عالي مع أمه أو أبوه بالراحة والطمأنينة، فبيضل يلجأ لهذا الأمر من باب إشي بدون وعيه بيصير يعني. فعرفنا الحل، فصار والعلم مسؤولية، فقلنا إنه أنا صرت مسؤولة لازم أعمل إشي، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن هالباب قلنا طب أنا شو بقدر أساوي؟ يعني أنا ما بعرف حكومة تيجي تساعدني، أنا ما معي مصاري غنية أروح أعمل إشي. بس بنفس الوقت غاندي له مثل، كن التغيير الذي تريد أن تراه في الدنيا، يعني لازم أنا أعمل إشي. فقلنا بنبدأ بحينا، أنا ببدأ بحي أقرأ للولاد الصغار بحي، والأقربون أولى بالمعروف. قلت طب وين بدي محل بحي؟ يعني معقول ممكن افتح بيتي، بس انا عم بفكر اشي طويل الامد بدي افتحه على طول، وعم بفكر باشي انشره على جميع الاحياء مش بس بحي، اللي هي شعارنا مكتبة في كل حي. طيب مين هذا المكان الموجود في كل حي؟ فطلعنا حوالينا بالاردن الوطن العربي، بكل حي في مسجد مفتوح نظيف امان، بنحكي اطفال في حمام في سجادة بيقدروا يقعدوا، محل رائع موجود، ليش بقى انا استعمل؟ فبدأت بالمسجد بحي، اتصلت بالإمام اللي هو جارنا، قلت له لو سمحت أنا بدي أقرأ قصص للأطفال بصوت عالي مرة كل أسبوعين يوم العطلة السبت الصبح عطلة عندنا. قال لي ما في مشكلة، لأنه هذا ضمن الحي ولأنه بيعرفني، يعني أهل الحي بيعرفوا بعض. فإمام أعلن بصلاة الجمعة، حتى استعملنا الصلاة كإعلان، أنه بكرة السبت في قراءة بصوت عالي للأطفال. واخترنا عمر الأطفال من 4 إلى 10 سنوات. ليش هذا العمر؟ أكبر من 10 سنوات بيصير أصعب تزرع حب القراءة، لأنه إذا ما تعود وهو صغير نوع تاني من الكتب، عنده ملهيات أخرى، فابتعدنا عنه. أصغر من 4 بدك تجيب الأم، يعني أصغر من 4 مش رح يجي لحاله من الشارع، وتجيب الأم صار خلينا نقول مجتمع آخر بدي أنا أجيبه وأركز عليه، ودائما يعني مع احترامي لكل الكبار أصعب تغير الكبار من تغير الصغير. فقلنا 4 إلى 10 سنين هدول أصلاً عم بيلعبوا بالشارع، خاصة إحنا عم نحكي على مشروع يطبق على جميع أنواع الناس بغض النظر عن المستوى الاقتصادي والاجتماعي. فمعظم الأولاد بالشارع بيلعبوا طابة، بيلعبوا كذا، أو أمهم تبعتهم على الدكان يشتروا أغراض، هدول بيقدروا يجوا لحالهم بدون حدا يوصلهم أو يجيبهم، نستقطبهم. أولاد وبنات من العمر ما في مشكلة بالمسجد لأنهم صغار، 4 إلى 10 سنين.
أول يوم أعلننا وبدينا ب 2006 شهر 2 2006 إجوا 25 ولد وبنت. ليش إجوا؟ مو لأنهم هنا بدهم يجوا، إجوا لأنه أمهم وأبوهم جروهم، تعرف في نشاط وهذا حلو لازم تروحوا عليه، والأولاد ما بدهم يجوا، شو هذا النشاط تاني وبالمسجد بدناش، فإجوا غصبا عنهم. أنا بلبس طاقية ملونة، بتشوف في عنا ويب سايت بتشوفوا كيف، وبلبس مرة ختيارة ومرة كلاون، وبقرأ لهم قصص بطريقة يعني أنيميتد، بغير صوتي حسب الشخصية اللي بالقصة. الأولاد انبسطوا كتير، والمرة الجاي ثاني مرة لما صار هن صاروا يفيقوا من 8 بالصبح بالعطلة، ماما وبابا بدنا نروح على المسجد مشان نسمع القصة. فعملنا أعطينا خلينا نقول للطفل هو من عنده أنه يروح على إشي لأنه هو بحبه، مش لأنه أهله قالوا له يروح. وهذا جدا مهم أنه نحن نعطي هاي القيادة للطفل أنه هو يروح للإشي اللي بحبه، اللي هو كل المؤتمر اليوم على كيف أنا بدي أخلي الطفل يحب يتعلم. فإحنا نفس الشيء لما يحب يقرأ رح يحب يتعلم لحاله، فهي الطريقة أنه الطفل يجي لحاله هي الأساس. وشو بنعمل بعد ما نقرأ قصتين أو ثلاثة بهالساعة؟ الأطفال بخليهم يصفوا على الدور ونعطيهم الكتب ياخدوها على البيت. ما حتى في النموذج مش بحاجة لمكتبة تضب فيها الكتب، الكتب كلها بتتوزع. إذا الأطفال كتار كل عيلة بتاخد كتاب، إذا الأطفال قلال كل طفل بياخد كتاب. والسبب إنه لازم الطفل حتى تكمل زراعة القراءة لازم ياخد كتاب على البيت يفتحه ويتصفحه لحاله. لو ما بيعرف يقرأ بيقدر يطلع على الصور، بيتذكر كيف كان يسمعني، وهي بتعزز حب القراءة. أو بصير بيمسك الكتاب يروح عند أمه، يا ماما قرأي لي زي ما قرأوا لي بالمسجد، يا بابا قرأ لي، أو أخته أو أخوه الكبير. فبتعزز كل المبدأ بالعيلة على هذا الشيء. وبالتالي والأم بصير عندها اهتمام، طب شو عم بيساوي ابني أو بنتي؟ فبتلاقي إنه الأمهات بيجوا بيزورونا بالمسجد يحضروا شو عم بيصير، فبيتعلموا، بيقدروا يعني بعدين يطوروا مع أولادهم. فالأم بتصير غير مباشرة عم بتدخل على الموضوع بدون ما تشعر بتهديد عم نعلمها إشي عم نعمل لها إشي. هذا هو النموذج. طبعا نحن بنعتبر انه نجح، بحيث اول شيء الاطفال زي ما قلت لك بيركضوا يجوا، بترجونا نعملها اكثر من مرتين بالشهر، يعني ليش مش كل اسبوع، ليش مش اكثر، بس نحن خليناها مشان يصير في عنصر الاشتياق. ثلاثه، كيف انا بقيس النجاح؟ الاطفال لما يصفوا على الدور بيعرفوا اسماء المؤلفين، اللي هن الكبار عندنا بالوطن العربي ما بيعرفوا اسماء المؤلفين، هذول بيعرفوا اسماء المؤلفين لانه حبوا القصه اللي كتبها المؤلف الفلاني، فبدهم قصه ثانيه لنفس المؤلف. بيوصوا بعض على كتب، واحدة بتقول للتانية لازم تقري هذا الكتاب، أو بتجي بنت لعندي بتقول لي معلش تخلي هذا الكتاب لآخر المجموعة مشان لما يجي دول يطلع لي. هدول زي الأطفال بأمريكا، وهي بتثبت إنه الأطفال أطفال وين ما رحت في العالم، بس أعطيهم الفرصة، أعطيهم إنه يعيشوا الجو بيصيروا زي الأطفال، بالتالي بيقدروا يطوروا مجتمعهم للأفضل إذا تعرضوا لهي الخبرة وصار عندهم هاي المهارة. هذا مشروعنا. طبعا ضلوا هيك 3 سنوات هالمشروع. وزي ما كان احد الثيمز بالمؤتمر انه كيف انا ببدا صغير وبعدين بكبر، وفي تحديات مرات بتوقف بالطريق، بس اللي بيخلي الواحد ماشي ايمانه انه هذا كتير مهم، واذا انا ما عملته ما في حدا تاني رح يعمل، لازم واحد يشعر حاله بهالموقف. اذا انت شعرت انت الوحيد بضلك مكمل. فهذه هي الشعور بالمسؤولية اللي هي نابعة اصلا من ديننا، انه كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. بعد 3 سنوات في مؤسسة اسمها سينرغوس بأمريكا نزلت مشروع اسمه الرياديين الاجتماعيين العرب، فقدمت عليه بالمشروع والحمد لله فزت بالجائزة تبعتهم. الجائزة تبعتهم رفعتنا لمستوى آخر، كانت جائزة مالية وجائزة يعني معنوية، بمعنى صارت الناس إنه بما إنه هدول قالوا فكرتك كويسة معناتها أكيد أنت في عندك إشي، وهذه الطبيعة الإنسانية إنه ما بآمن إلا حدا تاني آمن معي مشان ما يعني احتياط. فمن هذا انتقلنا للمرحلة الأخرى إنه بدينا ندرب، لأنه كل ما كنت أحكي حدا عن المشروع ليش ما تبدي بحيك، ليش أنت ما تبدأ بحيك، كلها ساعتين بالشهر ما بدها إشي. ومن ناحية الكتب اللي بنبدأ فيها أنا أولها مولتها مني، يعني أنا اشتريت الكتب، بعدين المسجد قد ما هو مبسوط على الأولاد صار كل 6-7 شهور يعطيني من تبرعات المسجد أروح أشتري كتب وأعطيه الوصل، فيعني كل شيء ثابت ومول حاله بحاله، فهي فيه ديمومة ضمن الحي بدون ما حاجة لتمويل خارجي. بس لما أحكي للناس تبدو الناس بالوطن العربي مش متعودة على القراءة بصوت عالي، مش متعودة على العمل الاجتماعي خارج العائلة. إحنا ممتازين ندير بالنا على العائلة ونوصي بعض على العائلة ونساعد بعض، بس لما يجي إشي خارج مش متعودين على هذا النوع من العمل التطوعي، مش من جزء من ثقافتنا.
فبالابداع الإيجاني صرنا نعمل تدريب للنساء وللرجال، بس هو من لهلا دربنا 420 منهم بس 5 رجال، فهي معظم شغلة يعني الأنثى هي اللي بتدير بالها، هي المعلمة الأولى اللي بتحرص على عائلتها وعبيتها وعلى حيها. فالنساء مندربهم كيف يقولوا بصوت عالي، مندربهم على النموذج تبعنا. هلا هذا النموذج اللي هي مرأة في الحي هي المسؤولة عنه، فبتربي بالمرأة شعور بالقيادة مش بس ببيتها بس بمجتمعها، بإشي كويس يفيد مجتمعها وأطفال الحي كله. بنغير النموذج، بيغير صورة المسجد من مكان فقط للعبادة لمكان اللي هو مركز مجتمعي، اللي هو كان أصل مبدأ المسجد في التاريخ الإسلامي، مكان يجتمعوا فيه يصير فيه تطوير للشعب للناس فيه. فنحن حولناه بهذه الطريقة، رجعنا إدخال المرأة في المسجد، لأنه كان المسجد إلى حد ما صار مقتصر على الرجل، والمرأة إلها دورها، هي نصف المجتمع. فبهالتالي رجعناها على المسجد من هالناحية، وبصير في تآلف في المجتمع للأسف مع الglobalization والتطور العولمة، عم بيتفكك المجتمع عندنا بالعالم العربي، عم نخسر بعض، كل واحد ملتي بحاله. فهذا المشروع النموذج بيجيب المجتمع مع بعضه، بيرجعهم مع بعض الأطفال والنساء، لأنه بصيروا يشوفوا بعض أكثر وبيعرفوا بعض، والولاد هن اللي رح يكونوا الجيل المستقبل. فجميع عناصر النموذج تخدم بأسبكتس مختلفة المجتمع طبعا. فهذا هو النموذج. هلا المرحلة اللي بعدها انه من 420 اللي دربناهم منهم 100 كملوا وعملوا مكتبة على هذا الغرار في حيهم، وحتى الباقي اللي ما اللي دربوا ولكن ما كملوا، لانه مش كل واحد بده يكمل وهذا طبيعة انسانية، ما بنعتبرها خسارة. هذول على الاقل عم بيقولوا لعائلتهم، يتعرفوا على هي الفكرة، عم بينشروا الفكرة بطريقة غير مباشرة. من ثم ضمن التدريب اي وحده مندربها بنقولها بدنا اياكي تدفعي للامام، مش ترجعي لنا المعروف، بدنا تدفعي المعروف للامام. فبنقولها انا دربتك، انت بنخليها توقع ورقه انه لازم تدرب حدا ثاني، واللي بتدربها بتقولها انت لازم تدربي حدا ثاني، فبيصير في دومينو افكت. ومن هذا الطريقه للدفع للامام عندنا ناس بيقراوا انتشروا بالوطن العربي في جده السعوديه، وان شاء الله بقطر في وحده ابروتش مي انها بدها تبدا، في مصر في لبنان في العراق، بعدين حتى في ماليزيا في واحدة دربت عندنا، دربت واحدة بماليزيا راحت على ماليزيا وبدت هناك. فكنموذج هو بسيط جدا، عنده كفاءة عالية، الانفستمنت اللي بتحطه بالمشروع مردوده أكبر بكتير من الجهد اللي بنحط فيه، بالتالي كتير سهل إنه ينتقل ينتشر وعلى جميع أنحاء العالم. فنحن شعارنا مكتبة في كل حي، بدأ إنه مكتبة في كل حي في الأردن، مكتبة في كل حي في الوطن العربي، وحلمنا مكتبة في كل حي في العالم. فمن هالباب إجانا ناس من تركيا، في مؤسسة تركيا اللي هي فازت بالوايز أوردز السنة الماضية اللي هي المذر تشايلد إدوكيشن فاونديشن، اتصلوا فينا وبعتوا 2 من عندهم يتدربوا على مشروعنا مشان يطبقوه بإسطنبول. جانا إيميل من تايلاند إنه في وحدة قرت عن الويب سايت عن مشروعنا وبدت في حي في شمال تايلاند، فيه كتير في ناس مريضين بالHIV هناك وفي كتير أيتام، فبدت 6 مع أولادها 2 بدت المشروع على غرار مشروعنا بالضبط، نقلته من الويب سايت وبدته في حيها. وفي واحدة من أذربيجان بعثت لنا أنه هي بدها تبدأ في حيها. فالحمد لله أن الفكرة عم تنتشر وعم تثبت أنه قديش هي شغلة بسيطة ممكن تصير كبيرة بجهود أفراد عندهم انتماء وعندهم حب وشغف لفائدة العالم وفائدة الأطفال. وسبحان الله إجانا اتصالين من أمريكا، واحدة من نيويورك سيتي وواحدة من أوربانا شامبين، إنه سمعوا عن مشروعنا وبدهم يطبقوا النموذج عندهم. فأنا استغربت قلت لهم أنتوا يعني بتقرأوا بتروحوا على المكتبات؟ قال لا، في عنا كتير مجتمعات صغيرة بحاجة لهذا النموذج، لأنه مش بس بيخدم القراءة، بيخدم زي ما قلت أشياء تانية، المرأة والمجتمع وكتير أشياء تانية. فسبحان الله يعني قليل الأمثلة، إنه دائما نحن بناخد من الغرب ونطبق عنا، قليل الأمثلة بتروح بالعكس إنه الناس من الغرب بياخد إشي من عنا، وهذا لازم نفتخر فيه ونعمله ونطبقه، وإن شاء الله يكون مشجع للناس تانية أكيد عندهم أفكار كتيرة إنه يطلعوا للمرحلة التانية، يكون عندهم إيمان بنفسهم إنهم يطوروا ويطوروا فكرتهم. وثالثا النموذج يعني احنا اجينا لهون مشان بركي يتطور، يلاقي ناس تو فند ات وتو سبورت ات، يعني يمونه ويدعمه بحيث ينتشر على المستوى ويخدم اهداف لسه اخرى. يعني احنا كل ما عم نتطور النموذج عم بيتطور معنا، واحدة بتطور انه يخدم الثقافه والحضاره اللي هو فيها، يعني تبع تايلاند يمكن بتغير شوي
يلبق لثقافتها تبعت أمريكا راح تغيره مع وجود الأساسيات. بس الأهم إنه هدول المكتبات في الأحياء بيصفوا أماكن لنشر وبث أفكار تفيد المجتمع. مثلاً بيجوا مؤسسات كبيرة على دول العالم النامي إنه بدنا مثلاً نرفع مستوى النظافة أو مستوى الصحة أو مستوى الحفاظ على البيئة أو الحفاظ على المي أو الحفاظ على الطاقة. مشكلتهم إنه ما بيقدروا يوصلوا للناس اللي تحت، لأنه هدول الأهم، هدول اللي بيغيروا وبيطوروا بالبلد. أو لو وصلوا للناس لما يطلعوا بعد ما يخلص البروجكت تبعهم كل شيء بيفوت. مكتباتنا يصبحوا لأنهم already موجودين بين الناس كلها وثابتين في عندهم ديمومة، بيفوت أي مشروع عالمي بده يرفع من أي مستوى وعي بالصحة بالبيئة بالطاقة بالماء من خلال قصص للأطفال بهاي المواضيع، بتبث الفكرة الوعي اللي بدك إياها بتوصل للأطفال، بالتالي الأطفال بتنقلها للأهل، وإنت بثمن قليل بتاخد الإمباكت اللي بدك إياها على الجميع. وهي صارت إنه اتصلوا فينا إيكودت من أمريكا بدهم يشتغلوا، كانوا على الأردن إنه كيف يزيلوا وعي عدم صرف المياه وعدم صرف الطاقة والحفاظ على نظافة البيئة. فهلا إحنا بصدد كتابة 12 قصة للأطفال عن هاي المواضيع، نوزعها بمكتباتنا المية بالأردن مشان من خلال القراءة تبعتهم منزيد الوعي بسهولة ببساطة. وهي دعوة لأي يعني international organization بدها تبث فكرة إنه من خلالها بتقدر تبثها بكفاءة عالية. وبحب أنهي إنه آخر يعني رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تحقرن من المعروف شيئا. فأي برجع بعيد، أي حد عندها فكرة أو عنده فكرة ما يقول هي صغيرة أو مش معقول أنا أكبرها. أنا لما بديت ولا عمري تخيلت أكون هون بوايز ولا بأي محل، بديت إنه أنا بدي أحل مشكلة لأطفالي لحيي وبديت، ورب العالمين بيطور والأشياء بتتمدى. وزي ما بالفيزياء في إشي اسمه الكيوس البترفلاي إفكت، إنه لما فراشة ترفرف جناحها بالصين بيصير في إعصار بالمحيط الأطلسي. وهي دعوة، وأي حدا بيحب يبدأ بقراءة مشروع قراءة في مجتمعه يتصل فينا عندنا الويب سايت تبعنا، بيحب يدعمنا من ناحية كتب أو دعم معنوي أو أي طريقة. وآخر شيء بدي أي حدا، كل إنسان أقل شيء بيقدر يساوي إنه يقرأ للأطفال اللي عنده أو لجيرانه أو لأقربائه، وكل يوم يتعلم إشي جديد. وشكرا جزيلا. أنا بشكر حضرتك على الشرح المفصل للمشروع، وأنا حتى مش عارف أقول أسئلة، أنا حضرتك قطيتي كل النقط، فشكرا جزيلا. أهلين. شكرا لحضرتك.